الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى على سيد النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع الإفصاح، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا هذا الكتاب الرائع الذي يتعرض لنا يعرض لنا كلام العلماء فيما اتفقوا فيه وما اختلفوا فيه. وقد قال علماؤنا: لا يصح لا يحل لأحد أن يتصدر للفتوى حتى يتعرض للخلاف أو يعلم الخلاف بين العلماء. احنا بلغنا الى السلام، ما ادري نويناه ام انتهينا منه. انتهينا من السلام. طيب نبدا ان شاء الله بالمساله التي بعدها. وهي متفق على ذلك 33. يا رجل احنا انتهينا من السلام، كيف انتهينا من السلام؟ يبقى 36 في نيه الخروج من الصلاه. وقفنا عندها، انتهينا من السلام وبدانا النهارده ان شاء الله اختلف في نيه الخروج من الصلاه. طيب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المصنف الوزير بن هبيرة رحمه الله رحمة واسعة: ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، واختلفوا في وجوب نية الخروج من الصلاة. فقال مالك والشافعي رحمهم الله في ظاهر نصه في البيضي وأحمد بوجوبها. وأما مذهب أبي حنيفة فقد تقدم فيما فيه ذكرنا لما تحقق من أقوال أصحابه في ذلك. وفي الجملة فيجب عند أكثرهم أن يقصد المصلي فعلا ينافي الصلاة فيصير به خارجا منها. قال: واتفقوا على ترتيب أفعال الصلاة. قال: واختلفوا في التسليمة الأولى والنية بها وكذلك في الثانية. قال أبو حنيفة: السنة أن يسلم تسليمتين وينوي بالسلام في كل جهة الحفظة، ومن عن يمينه وشماله من الرجال والنساء، والمأموم يسلم كسلام الإمام عن يمينه وعن يساره وينوي بسلامه كما ينوي الإمام. فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه في التسليمة الأولى، وإن كان في الجانب الأيسر نواه في التسليمة الثانية. وقال مالك: أما الإمام فيسلم تسليمة واحدة عن يمينه يقصد بها قبالة وجهه ويتيمن برأسه قليلا، وكذلك يفعل المنفرد ينويان بها التحلل من الصلاة. وأما المأموم فيسلم ثلاثا كما قدمنا ذكره. وروى عنه أنه يسلم اثنتين ينوي بالأولى التحلل وبالثانية الرد على الإمام، وإن كان على يساره من يسلم عليه نوى الرد عليه. وقال الشافعي رحمه الله: ينوي الإمام بالأولى الخروج من الصلاة والسلام على الملكين والمأمومين، وبالثانية الملكين والمأمومين. والمأموم إذا كان عن يمين الإمام فإنه ينوي بالسلام عن يمينه الملكين والمأمومين والخروج، وعن يساره الملكين والإمام. وإن كان عن يسار الإمام نوى الإمام في التسليمة الأولى مع الملكين والمأمومين والخروج، وفي الثانية الملكين. وإن كان منفردا نوى بالأولى الخروج والملكين، وفي الثانية الملكين. أنا أريد أفهم كل هذا، وش الدليل عليه أصلا؟ ما في أي دلالة على هذا بحال من الأحوال، ما في ولا دلالة على كل هذا الأمر، كلها استنتاجات على المسألة. والذي ثبت أنه سلم مرة وسلم تسليمة وسلم تسليمتين. من ضعف التسليمة الواحدة قال التسليمة الذي ثبت أن سلم تسليمتين عن يميني وعن شمال. كل ما يتأتى بعد ذلك من هذه الاختلافات كلها ليس عليها ثم الدليل. دليلها يعني كما قلت الدليل أنه سلم تلقاء وجهه حديث عائشة رضي الله عنها، الكلام الذي تكلموا فيه. وأما الملكية أغرب ما سمعنا هو كلام الملكية في مسألة التسليم ثلاثة. فصراحة أطال النفس جدا في مسألة يعني ما أقول أطال تحتها، لكن الخلاف فيها ليس فيه ثمة دليل على ذلك. ماشي، واتفق على الذكر خلاص. وقال أحمد ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ولا يضم إليه شيئا آخر، سواء كان إماما أو مأمونا أو مأموما أو منفردا. هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله. وهو أسعد الناس بالدليل. أحمد أسعد الناس بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها
التكبير وتحليلها فتحليلها هنا معناها الخروج من ايش؟ نيه الخروج من الصلاه وانتهى الامر. شنو حدث معايا ده؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم بين يسلم على المغلوبين على من على يمينه. الحديث هذا، الحديث هذا الاثر على المعاذ لا ثبت، ثبت صحيح. نعم صحيح. نعم. ماذا قال؟ اذكر ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بين هو يسلم في السلام على المغلوبين، وقال لما على اساس ان هم على صفحه وجهه لما يقول السلام عليكم ورحمه الله. طيب انا اريد الان اين الادله على السلام، على السلام على الملكين؟ لو قلنا هذا فين الادله على السلام على الملكين؟ قياسا الملك ما هو بشوف قياسا فيش هو. طب وش وش دليلهم؟ قياس على ايش؟ على المؤمنين. الله الملائكه يعني تقوم تصلي معهم؟ يبقى ما هنا الان لك ان تقول في امر اخر، اما تقول انه يقول ذلك على اصل قول وسلم والسلام عليه وعلى عباد الله الصالحين، ما تركت عبدا صالحا الا يعني، ممكن يقول بهذا الباب. لكن الحق السلام هذا ممكن يقال انني الان لو سرت في اي مكان وحدي اسلم على الملك الذي على يمينه وعلى شماله. المساله فيها تحتاج الى ادله ظاهره في هذا الباب. فقال احمد رحمه الله ينوي بالسلام الخروج من الصلاه ولا يضم اليه شيئا اخر سواء كان اماما او مأموما او منفردا. وهو كلام احمد قلت هو اصح الاقوال، هو اسعد الناس بالدليل، وقف مع النص الذي جاء تحريمها التكبير وتحليلها التسليم منتهى. قال هذا هو المشهور عن احمد، فان ضم اليه شيئا اخر من سلام على ملك او ادمين فعن احمد روايه اخرى في المأموم خاصه انه يستحب له ان ينوي الرد على امامه، رواها عنه يعقوب بن حيان. وقال ابو حفص العقيلي من اصحابه في مقنعه وهذا فيه طبعا يشكل عليه ايش؟ يشكل عليه انه لن يقول عليكم السلام، سيقول السلام عليكم، ده ابتدى مش انتهى. يعني ده ابتداء مش ايش؟ مش رد صحيح؟ فهو ده يشكل عليه بذلك. قال إن كان منفردا نوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية السلام على الحفظة، وإن كان مأموما نوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية الرد على الإمام والحفظة، وإن كان إماما نوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية الرد على المؤمنين والحفظة. قال واتفقوا على أن الذكر في الركوع هو سبحان ربي العظيم، والسجود هو سبحان ربي الأعلى، والتسميع والتحميد هو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في الرفع من الركوع، وسؤال المغفرة بين السجدتين والتكبيرات مشروع كله. ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله كل ذلك سنة، وقال أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه إن ذلك واجب مع الذكر، وروي عنه أنه سنة كمذهب الجماعة، والواجب من ذلك عنده مرة واحدة على الرواية التي يقول فيها بالوجوب. قال واتفقوا على أن أدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود ثلاثا، وأجمعوا على أن التكبيرات من الصلاة إلا أبا حنيفة فيما حكاه الكرخي عنه من قوله إن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة. هذا عجب عجاب، عجب عجاب، يعني لا هو دخل في الصلاة ولا هو خرج منها، يعني ما فيش صلاة. مذهب الحنفية أسقط الصلاة على المسلمين، لا هو دخل في الصلاة ولا هو خرج من الصلاة، لأنه يقول أي شيء يفعله يدل على يعني ماذا أقول، لو أحدث تمت صلاته، ما يكون جلس هذه الجلسة الأخيرة ولو أحدث تمت صلاته. إذن لا صلاة. هذا أصلا مذهب الحنفية في هذا الباب. صراحة هذا المذهب في الصلاة مذهب ضعيف جدا جدا جدا، وفي شواذ من الأقوال التي يتبناها. قال واختلفوا هل يجوز أن يقرأ في صلاته من المصحف؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله تفسد صلاته بذلك. هذا عجب من عجاب والله العظيم، عجب من عجاب، يتساهل جدا ويتشدد جدا، حاجة غير واردة في هذا الباب، غير واردة. فيقول لو حمل المصحف وقرأ فصلاته باطلة. وطبعا له وجهه، والوجهه ايش؟ انه لما يقرا تكون فيها حركه متتاليه، والحركه المتتاليه ممكن تخالف نظم الصلاه. عجيب. قال الشافعي رحمه الله يجوز، وعن احمد روايتان احداهما يجوز كمذهب الشافعي والاخرى يجوز في النافله دون الفريضه وهو مذهب مالك. قال يختلف في الامام والمنفرد والمأموم هل يجمع كل بس خلاص قف انت. عندنا هنا في الكلام على في وجوب نية الخروج من الصلاة، قال مالك والشافعي وأيضا أحمد النص بالوجوب، وأما مذهب الحنيفة هو يقول لا يجب عليه الخروج، أي فعل ما دام قد جلس الجلسة فقد انتهت صلاته، فقد انتهت صلاته، هو يقول بذلك انتهت صلاته. فإذا انتهى، وطبعا هم يحتاجون بأصل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في هذا الباب، فهو يقولون اذا تنتهي صلاته بهذا، وحديث المسيء لصلاته. وهذا كلام باطل، لانه عندنا المحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاه تحريمها التكبير وتحليلها
التسليم تحرموها التكبير وتحلوها التسليم. فإذا كان تحلوها التسليم التسليم يبقى لابد من النية للخروج منها، لأنه لا يحرم إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ولا يتحلل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك نقول لو خرج أننا ينتوي الخروج من الصلاة إتمام الصلاة فالصلاة تبطل، فلابد أن يتحلل من الصلاة وتحليلها التسليم. لذلك اختلف الفقهاء في من يعني في من أراد عرض له عرض أراد أن يخرج من الصلاة هل يسلم ولا ما يسلم؟ وكان الأدق في قيل أنه لا يسلم، لأن التسليم علامة إيه؟ إتمام الصلاة والتحليل منها، علامة إتمام الصلاة والتحليل والتحليل منها. فقول أبي حنيفة قول ضعيف جدا، وصحيح الراجع أنه يجب عليه أن ينتوي الخروج من الصلاة، ويجب عليه بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه قال محكما وتحليلها السلام وتحليلها السلام. فإذا كان فعلا يعني إذا كان السلام فعلا من الأفعال، فالأفعال والأقوال تفتقر لصحتها ولقبولها، فالأقوال والأفعال تفتقر لصحتها ولقبولها إلى إيش؟ النوايا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سبحانه وقصر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأقوال والأفعال بالنيات، والقبول أيضا إنما الإخلاص بالنية. فالقبول محل القلب، وهذا الإخلاص هذا ما أحد يعلمه، لكن حتى تصح الصلاة لابد من النية على الإيش؟ على الظاهر من الأقوال ومن الأفعال. قالوا اتفقوا على ترتيب أفعال ترتيب أفعال الصلاة، واتفقوا على ترتيب أفعال الصلاة، وطبعا اتفقوا على ترتيب أفعال الصلاة هذا واجب واجب، إلا ما كان من أبي حنيفة أيضا في مسألة الاعتدال، أنه من الركوع ينزل السجود ما فيها شيء، لكن الجميع قالوا باستحباب الترتيب في هذا الباب، وصحيح أنه يجب الترتيب على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل في صلاتك كلها، فعلم المسير صلاتي، وهذا ما اسمه أحمد المصطفى، وعلم المسير صلاتي وقال له بعد ركعة الأولى قال وهكذا في كل صلاتك فافعل، ما اسمه هذا حتى استدل به؟ ممتاز. وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير بيان إذا بين له ما تصح به الصلاة وما تبطل به الصلاة. تعال بقى إلى المائة سطر الذي أتى به، واختلفوا في التسليمة الأولى والنية بها وكذلك في الثانية، فقال أبو حنيف السنة أن يسلم تسليمتين، قال السنة لأن أبو حنيف لا يراها إيش واجبة أصالة ولا لازم، فقال وكما قلت ليس عليه ما في، أما بالنسبة أن يسلم تسليمتين قال السنة، نقول نوافقه على ما قال ونخالفه في قول إيش سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني، وعلم المسيء صلاته وقال له إيش وقال فعل ذلك في صلاته كلها، لكن لم يعلمه السلام لأنه وجد أنه أتقن السلام. مفهوم الكلام؟ قد نقول معه بأن التسليم الثانية هي اللي هي السنة، وينوي بالسلام كل جهة للحفظة جهة الحفظة. طب جهة الحفظة من اليمين والشمال، كيف لا جهة الحفظة؟ هو قال له فلا يتفلن على يميني واتفلن على إيش ولا قبل وجهي واتفلن على يساري، هيحتاج إلى أن يوجه توجيه آخر، وهو أن يقول أن الملك الذي على شمالي ليس موجود، وين بقى ذهب وجابوا منين الكلام هذا؟ وهذا توجيه بعض الفقهاء، لأنه لما تجر أنت تضيق عليه ما تبناه سيحاول توجيه إيش ما يعارضه، فالتوجيه بقى يقول لك الملك غير موجود، طب وين راح؟ أين يكون الملك؟ أين يكون الملك؟ فهمني؟ فقال ينتوي السلام على الحافظة. لو السلام على الحافظة هذا شرف ولا مش شرف؟ عبادة ولا مش عبادة؟ يا إخواتي الكرام، السلام على الحافظ عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. يبقى واجب على من على على من على من ينقل عن ربنا أن إيه؟ أن يأتي بها. هل أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين أتى بها؟ هل أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلم قال الله قال، وعلى الأئمة الكبار أيضا يقال ذلك. وهذا الذي حدا بالإمام الشافعي أن يقول أحمد مصطفى أنا عايزك تصحى تستيقظ، لأن ما يعني ها، وهذا الذي حدا بالإمام الشافعي أن يقول ها، هذا الذي حدا بالإمام الشافعي أن يقول الشافعي، لأنه أنا يعني لأننا تعجل الرجل خطأ، خلي بالك، وأيضا لك عقابان، أنا تكلمت بالكلام ووصلت وقلت هذا الذي حدا الإمام الشافعي أن يقول،
عندما قال أبو حنيفة وينوي بالسلام من كل حفظ من كل جهة الحفظ، قلت وهذا هذا الذي قال أبو حنيفة هو الذي حدا بالشافعي أن يقول. أنا سأحتاج أمر على الجميع بقى ما تمام مسألة كذا نخلع النظارة وننظر في الإخوة. أنا قلت الإخوة السؤال مش مفهوم. قال الإمام أبو حنيفة يسلم تسليمتين وينوي بالتسليمتين التسليم على الحفظة، قلت هذا الكلام من أبي حنيفة حدا هذا الذي حدا الشافعي وغير هذا الكلام أيضا، إلى أن يقول ماجد. أنا سأبين لك يعني ستراجع نفسك وتندهش عندما تسمع الإجابة. استاذ ماجد أنا بديش باليمين خلاها عشان نجيبها كده متكاملة غضاء، لأن أنت أصلا تعتبر بينه يعني يمينه. ماذا قال حجر؟ هذا ما تدور. نعم بس هو معروف لا محتاج أدور أشوف. يعني أنت مثلا من نبل خلقك عايزه مش عايزه يعني الشافعي حدا اللي يقول شباب ماجي لو تفضل ماجي تقول لي حاجة ما هو الراجل ده الحاجة منها الحمد لله. إذا رأيتم كلامي يخالف كلام السلف الله أكبر يا رضي الله عنك يا أستاذ. المسألة هذا الذي حدا بشفايا يقول من استحسن فقد شرع. أستاذ أحمد تأخرت علينا، ماذا أقول لك؟ أتعرف أتعرف بشر الحافي ليه ما رفض اللغة العربية؟ ما تعرف؟ مع اللغة العربية بشر الحافي كان إماما. هو سيدنا رفض النحو وليس اللغة. طب ممتاز، ما هو خلاص هو النحو هو قوام المسألة النحو. تعرف ليه ما رفضها؟ قال أن بها كذب. لا لا أنا عم هو هذا قال هي لا قال مبتدأها كذب. لما قال له ضرب زيد عمرا فقال له ولما يضرب زيد عمرا؟ قال هذا أبني مثل ليعلم الفاعل من المفعول، قال علم أوله الكذب لا يصلح وتركه. ما رأيك أنت؟ كان يقال يا مولانا عن البلاغة هي النحو العالي. النحو العالي بس أنا أقول لك شيئا توافق أو تخالف، العمق في اللغة بلاها. العمق في اللغة بلاها والتقعر بها أيضا. ممتاز ممتاز. إذا أنا وأنت وابن جني في مكان واحد. تفضل تفضل جزاك الله خير. يعني هنا الآن ما حدا بك أن تنظر أصوليا في هذا الباب؟ أنا جعلتك تعمل أنا جعلتك تفهم المسألة من وجهين، طبعا جعلت الجميع أنا ضربت بك الجميع من وجهين. الوجه الأول وجهة أبي حنيفة في مقال، وهنا سيفتح لي المجال إلى التأصيل الشافعي لأن هذا الكلام أقصاه هو استحسان. فهمت؟ وأنا قلت هذا الذي هذا أحد بالشافعي أن يقول من استحسن فقط، لأن مسألة تعبودية بالذات. هنا نتكلم في هذا الباب المسألة التعبودية عندما تقول لي أنا أوافقك بأن الأصل في العبادات التوقيف وتأتيني وتقول وعيد الأم سنقطع التورتة ونأتي بالشموع ويأتي بقى فهم حضرتك بلان. الآن أنت أصلا إيش تفعل؟ إما أنك لم تفهم ولم تفقه التأصيل معي بأن الأصل في العبادات التوقيف، وإما أنك تتلعب، وإما أنك إيش استغفر الله، وإما أنك تتجاوز باستحسان تتجاوز باستحسان. هل في أحد فيكم جميعا يرى بأن الاحتفال بالأم وهذا اليوم وإدخال السر عليها ليس له أي شائبة عبادة؟ هي مسألة عادة، عادات القوم غلبت يا عم. دي ما يا ملكة بتقول أم الحبايب يا حبيبة ولا اسمها ست الحبايب ما دي كب اسمعني ما قالوا فيها ان هي بتدخل السرور عليها. والله العظيم امرأة ضابط كنت انا لامر كده هي دخلت وجدتها بتغني هذه الاغنية. انا متذكر بذلك لانها كانت احسنت اليها احسان عالي جدا. قلت لها استسمحك الغناء يعني انتهي من ورقتي وامشي وانتهى. قالت لي الغناء دي امي ده ببر بامي. فقلت اهو عارف حتى الغناء اهو ست الحبايب يا حبيبة ده بر بالام. فقلت لها ممتاز جدا بير بالام افضل الطاعات. وبعد كده دخلت دخلتي قلت لها لكن الموسيقى حرام. يبقى انت شوبتي البر بالايه؟ بالمعصيه. قامت افلام. وبعدين كل ورقه تحتاج لانتهاء كانت تقول لي اجلس هنا ما تتحركش. انا عارف ان لو اتحركت هيبقى في شيء علي. اتفضل يا شيخ. وتذهب تنهي لي الورق ورب العزه. فالحاصل انه مسائل الاستحسان في هذا الباب احنا عايشين فيه مهم. يبقى مساله غريبه حدث باخوه
يقولون بالتقليد وهو شافعي ويتكلم يقول والموسيقى فيها خلاف. يا ابني انت مالك؟ مش انت شافعي؟ مش انت شافعي؟ والشافعي بيقول ايه في الموسيقى؟ انها حرام. ليه بقى انت الان انت ليه ما تتعرض للخلاف وانت مقلد اصلا على ما تقول؟ يبقى المساله وراء الاكمه ما ايه؟ ما وراءها؟ وراء الاكمه ما وراءها؟ المساله لا تكون علما بهذا الباب. شوفنا هي المساله هو رجل عايز يخلص الناس من تشدد السلفيين بس. ممتاز محمد حجر اتى بالكتاب بالحديث اهو الحمد لله في صحيح مسلم انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه يعني من عن يمينه وعن شماله. في توجيهات. التوجيه الاول ان التسليم على اليمين وعلى الشمال يعني كانه يقول تستدير يمينا وشمالا وليس المقصود به السلام السلام، وده مخالف للظاهر. فالظاهر ان هو يكون السلام، يبقى هنا ما نستبعدش كلام الامام مالك بل ندخل الامام مالك في هذا الباب يقول وان كان السلام على اليمين وعلى الشمال لاخيه عن يمينه واخيه عن شماله من باب اولى من كان اماما. يبقى التسليم الثالث له يقول من باب اولى كان هذا امام من بابي ها لا عن يمينه وعن شماله وهو امامه. اي عموما قال عن يمينه وعن شماله امام. لو كده انت هتخترع كمان في الوجه هو امامهم 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 امامهم. انا في الصف الاخير عن يميني يدخل الصف الاولى؟ لا ما خلاص هتبقى على يمينك مش الصف الاولى، على اللي في يمينك فقط. انت كمان بتخترع تقدما لا اقصد تقدما وخست عليه. لا هو امامه يبقى مش يبقى اذا كلام مالك يبقى موزون ملناش الانكار ونستغفر مهلنا بجهلنا جهلنا لعلنا نتسرع في هذا الباب. يعني ملناش الانكار للمالك كده يبقى معناه ان الامام اولى من ايش؟ من الماموم. اذا كان انت بتصلي على بتسلم على يمينك وعلى شمالك فاهمني؟ وهنا صراحه ابو حنيفه لكن ابو حنيفه في هذا الباب ما في اي دليل في هذه المسألة أن هو يكون الحفظ عن يمينه وعن شماله، إلا أن نقول بأنه يعلم بأن الحفظ لا يفارقان مصلي بحال من أحوال. عامة حقا لو نظرنا للمسألة نظرا دقيقا سنجد أنها تتعرى عن الدليل إلا ما جاء في صحيح مسلم الذي اعتنى به محمد جزاه الله عنا خير. يقول عن يمينه وشماله الرجال والنساء. ده قال أبو حنيفة عمم. والمأموم يسلم كسلام الإمام عن يمينه وعن يساره وينوي بسلامه كما ينوي الإمام. فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه في تسليمة الأولى وإن كان في الجانب الأيسر لكنه أمام نواه في التسليمة الثانية. وقال مالك أما الإمام فيسلم تسليمة واحدة عن يمينه يقصد بها قبالة وجهه وهو على ما جاء عن عائشة ويتيمم برأسه قليلا وكذلك يفعل المنفرد ينويان بها التحلل من الصلاة ما في سلامه الآن. وأما المأموم فيسلم ثلاثا كما قدمنا ذكره ولو أنه يسلم تسليمتين ينوي بالأولى التحلل وفي الثانية الرد على الإمام وإن كان على يساره ما يسلم عليه نوى الرد عليه يعني بيكون كالذي على يساره هنا قد سلم فهو بينوي إيش الرد وهذا لا يساعده أيضا. ليه؟ لأنه ابتدى وليس ايش؟ وليس ردا. عامة ما في دليل ظاهر في هذه المسألة عشان يحكم هذه المسألة. قال الشافعي ينوي الإمام بالأولى الخروج من الصلاة وهذا اتفاق. خلى من؟ خلى الحنفية. هذا اتفاق انه التسليمة الأولى ينوي بها الخروج. كما بينا في ذلك. ينوي بها الخروج. هذا أصل الأصيل وهذا أيضا يوافق التنصيص. هذا يوافق التنصيص. تحليل والتسليم. لا يوافق التنصيص. قال والسلام على الملكين والمأمومين. تعالى بقى هنا حتى الذي قال من استحسن قال والسلام على ايش؟ على الملكين وعلى المأمومين. وبالثانية مش استحسانا ايه؟ لا قياسا وليس استحسانا مش مقياس. القياس في الغيبيات ما يصح في هذا الباب. وبعدين اصلا من قال لك ان في ملكين على اليمين؟ ملك كتب الحسابات وكتب السيئات. ما هو من قال لك ذلك ان هذا هو الخوف؟ قال له ان يدخل على اليسار. فين هو بقى لما بيدخل على اليسار؟ أكرم جهة الأسماء حياته على يساري. ما في ملك على يساري هو الآن. أجب عن ذلك. ليس لك إلا أن تقول لي مش موجود. لا موجود. طب حياته على يساري عشان لأن عندنا مستين اليمين والشمال. اسمعني افهم العلة. قال لا يبصقن قبل وجهي. ليش؟ لأن الله قبل وجهي. ولا عن يميني. ليش؟ لأن الملك عن يميني. ويبقى إذن الشمال إيه؟ ليس لو قلت ملك قلنا لك يبقى ما يجوز. وده الأنسب.
أنت تقول ما فيش؟ قلنا لك بقى تعالى الغيب جبت منين بقى ما فيش؟ يبقى الأولى بك أن تكف وتسكت. أهو قاعد أنا أقعد نص ساعة لغاية ما أفكر اضربها بقى يمين بشمال وهات لنا ما عندك. طب أنا هيقول لي قول لي هل على اليسار في ملك؟ على اليسار في ملك. مش أنت بتقول إن الملك أصلاً على اليمين وعلى الشمال؟ ما أنا قلت قال على الملكين قلت لك على اليمين وشمال، أنت قلت على اليمين وعلى الشمال. نعم. على اليمين وعلى الشمال نعم. يبقى في ملك. صحيح؟ وش اللي يقول لا لا يبصقن عن يمين؟ يميني في ملك، طب الشمال؟ لا تصور وجودي في حال الصلاة. ما فين بقى راح؟ أين؟ وش الدليل؟ وش الدليل؟ وش الدليل؟ طب في ملك والبصاق؟ ده أنا ده أنت الأولى بتقول ما فيش ملك. ورد شرع. ايه ورد شرع ما ورد الشرع يبقى مفيش ملك لان العله موجود. اما يتصلب طالب العلم وما يفهمش الوجهه الشرعيه قتاله بالذات ليه لانه تعصب تعصب لما يتبناه يا ابني ابدا مفيش ملك افهم عشان تتعلم ليه مع اليمين ما يبصق عشان في ملك ممتاز يبقى على الشمال ايه لو قلنا لو ابصق يبقى ايه حضرتك قلنا اقول اهو مش ده المناسب لكلام النبي مش النبي علل بانه لا يفعل ذلك من اجل الملك يبقى على الشمال مفيش ملك ليه لانه قال افعل هيقوم يفعل في ملك اسمع بس عشان تبقى فاهمه لا فهمت بقى هو ده اللي عايز اوصله لك لان النبي منعه من ان يبصق عن يمينه للملك اباح له ان يبصق عن شماله يبقى لابد ان تقول ايه مفيش ملك مفيش ملك وهذه وانت اصلا مش تستطيع تقول لان الملائكه يمين وشمال نعم شيخ هشام تفضل شيخ لا يتصور وجودي على اليسار العالم تقول اي سيئات ممتاز وين بقى راح وين راح قد ينتقل الى ليه بقى ما ينتقل من وش الدلاله ما هنا وش الدلاله يعني اللي بيصلي ما عندوش سيئات اصلا لا انت جبت لا ما هو عشان كده الاولى بينا ان نقف عند النص ينتهي الامر في هذا الباب على ان نتكلم على مساله الملكين انا تكلمت على اساس ان هو قال ويسلم على الملكين قال يسلم على الملكين لما ضبط الملكين قلنا له خلاص الدليل هنا سياتي عليك ليس لك ليه لانه التعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين وفي الشمال الا ان تقول في الشمال ما فيش ملك وده اللي هرب منه بعض الفقهاء قالوا لانه في الصلاه وفي الصلاه لا يكون هنا بقى ابتدى الكلام في ايه في مسائل الغيبيات وكان الكف عنها افضل في هذا الباب لو قلنا بان السلام نيه بنيه الخروج من الصلاه لانتهينا من كل هذا والا لقول الكلام لو كان فيه السلام على الملائكه حقا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم هم ايش اللي فعلوه هم قفزوا رتبه ايش الرتبه اللي قفزوها اللي هو ما جاء حديث مساله انه لا فلابسخن عن يمين وايضا عموم حديث اصابت كل عبد صالح يعني عله التسليم للتحديد مفيش اي عله ثانيه ولا عن للمصلين او ما ده كان فيه اللي هو التنصيص جاء التنصيص على ذلك نعم وبالثانيه الملكين والمأمومين او المأمومين ابص وبالثانيه الملكين والمأمومين يعني هو جعل في اليمين الملكين وفي الشمال ايضا الايه الملكين انت فاهم وبعدين احنا نقول له طب لو كان كما تقول طب ما اصابتهم الاولى والثانيه ايش زياده التاكيد ولا زياده حسنات ولا ايش ولا زياده سلام الشمال ملكة لا بقال لا شوف قال على الملكين والمأمومين وبالثانية الملكين والمأمومين شيخنا قد يقال ان على اليمين النبي صلى الله عليه وسلم فان على اليمين ملك غير ملك الحسنات والسيئات ما هم قالوا ذلك قالوا ذلك ليخرجوا من هذا الباب فقلنا لهم طب هذا الباب طب خلاص يبقى في يبقى على اليمين يبقى ما فيش على الشمال فاهمني وانتم قلتم لا يفارقان فهمت؟ ستأتي بها يمين شمال مسألة الغيب مخلقة جدا عشان كده نحتاج في مسألة الغيبيات النصوص فقط وهنا أيضا على مسألة السلام أيضا هذا الحديث أتى به شريف جيد جدا وأجاب ابن سمرة عندما نهاه ابن سلم عن الإشارة باليد هو حديث جاب ابن سمرة ها ما هو نهاهم على الرواية الأخرى كأذنبي شخص بس رواه بالمعنى قال فليلتفت إلى صاحبي ولا يومي بيدي فليلتفت صاحبي ولا يومي بيدي وقد يقال هنا شوف وقد يقال هنا على ما قلنا في الأول إنه إيه إنه معنى فبسلم عن إما هي رواه بالمعنى وإما الحمل على هذا يعني إيه الحمل على هذا
يعني الحملة على نوع إيش؟ أيوة بالضبط كده. يؤمن وسلم لا يسلم على... ليس السلام عليهم لكن يؤمن إيه اتجاه أخيه. وعند الإماء يقول السلام عليكم وما أقصد بها السلام عليكم. أنا أقول لك وهذا الأرجح وهذا الأرجح. ليش بقى هذا الأرجح؟ لأن رد السلام واجب. ممتاز. لأن ما رد السلام إنه قال يرد عليه لأن رد السلام واجب. وما في ما في رد ما في إجابة إلا أن يقول له ولما سلم يكون رد عليه وده مش رد لأنه ده ابتدى. فسترجع إلى هذه المسألة أن المسألة على الغيب نسكت فيها. هو يومي يمين ويسار هذا الذي يفعله. لذلك قلت ليش احنا بنحور ونقول هنا لأن مفيش أدلة فاصلة غير موجودة. الأدلة الفاصلة في هذا الباب غير موجودة ولا أستطيع أحد يقول أن في أدلة ظاهرة. فالاحتمالية أقوى جدا الاحتمالية. ليش؟ لأنها صارت للأذهان. وكلما كانت الاجتهادات للأذهان استطالت وأعمقت خلافا قال يعني والمأموم إذا كان عن يمين الإمام فإنه ينوي بالسلام عن يمين الملكين والمأمومين والخروج وعن يسار الملكين والإمام. وإذا كان عن يسار الإمام نوى الإمام في التسليمة الأولى مع الملكين والمأمومين والخروج. وفي الثانية الملكين وإن كان منفردا نوى بالأولى الخروج والملكين في الثانية الملكين. كل هذا لا دليل عليه. وقال أحمد ينوي بالسلام الخروج من الصلاة. وأحمد أسعد الناس بالدليل قال أحمد ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ولا يضم إليه شيئا آخر كان إماما سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا. وهذا المشروع عن أحمد. فإن ضم إليه شيئا آخر من سلام على ملك أو آدمي فعن أحمد رواية أخرى في المأموم خاص أنه يستحب له أن ينوي الرد على إمامه. وروى عن يعقوب بن حيان. أرأيت أسعد الناس بالدليل وأوفق الناس لموافقة الدليل هو أحمد بن حنبل. صحيح أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة وهو المحكم عنده غالب في ذلك تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال أبو حفص العكبري من أئمة الحنابلة في مقنعي قال إن كان منفردا نوى بالأولى الخروج من الصلاة والثانية السلام على الحفظة. وإن كان مأموما نوى بالأولى الخروج من الصلاة والثانية الرد على الإمام والحفظة. إن كان إماما نوى بالأولى الخروج من الصلاة والثانية الرد على الإمام. يعني موافقة الشافعي فيما قال والحق أن أسعد الناس بالدليل هو من أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. في المسألة التالية قال واتفقوا على أن الذكر في الركوع هو سبحان ربي العظيم وفي السجود هو سبحان ربي الأعلى والتسميع والتحميد وهو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. بل نقول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد لأن هذا خلاف تنوع. وإن كان بعض العلماء يرون عدمه يعني يرون أن الذي يتأكد هو سبحان الله لا سبحان سبحان لا لا سبحان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ما يقول ربنا ولك الحمد. وسيأتي. ثم اختلف في وجوبه فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي كل ذلك سنة. وقال أحمد في رواية عنه أنه واجب. طبعا أحمد له رواية أيضا وافق الجمهور وهو بذلك موافقة الجمهور لنا أولى من المخالفة لأن الجمهور أولى منه بالقول وأحق منه بالاتباع لأنهم الأقرب إلى ذلك مثلا نبين. الأئمة الثلاثة قالوا بأن كل هذا الذكر سنة لأدلة. الدليل الأول الكتاب قال الله تعالى اركعوا يبقى الذي المطلوب منك الركوع والسجود بهيئة الركوع والسجود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي. وأيضا عندما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ما كان فيها التسبيح والتحميد وقد ورد في الأدلة أنه لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال جعلها في السجود سبح اسم ربك العظيم قال جعلها في إيش في الركوع. وفي رواية طبعا في أحاديث تسهلنا في أسانيدها قال وأما الركوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فكثير من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. فالحاصل أنه أن أصل الركوع هو الهيئة ويستدلون على ذلك بعمدة أخرى وهو حديث المسيء لأنه ما قال له سبح ما قلت سبحان ربي العظيم أقول سبحان ربي الأعلى لا سيما وأن النبي يعني كان معنيا بما تصح به الصلاة وتصح به الصلاة فكان يرشد على الواجبات التي إذا اختل فيها اختلت صلاة. ظاهر ما نقول ولا غير ظاهر مفهوم. نعم. أما الحنابلة فهم يحتجون ببعض الروايات فيحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي واستدام النبي على التسبيح
وقضاء أبو داود عن علي ابن يحيى بن خلاد عن عمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ إلى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى يطمئن ثم يقول سمع الله لمن حمده. فقال لا تتم الصلاة وهذا وجه لا خلاص أحمد وجه الدلالة من الحديث قال لا تتم صلاة العبد حتى يكبر فيركع فيطمئن ركعا ثم يقول سمع الله لمن حمده فيطمئن قائما وحتى يكبر فيسجد فيطمئن ساجدا. ها قلت وجه الدلالة عندهم عند أحمد وش هي وجه الدلالة عنده في الأول قال صلوا كما رأيتموني يصلي والثاني قال يتم صلاة عبد حتى عبد صلاة عبد حتى يكبر فيركع ويرفع ويقول سبحان الله حمدا. نعم ها عزيز شهادات يا مسير هلا لما نفى الصحف في السياق الحديث نفسه قال لا يتم صلاة حديثها إلا توضأ فين بس أول حديث قال لا تتم صلاة لأحد الجميع بيحاول محاولة صحيحة جدا ولا يصل إلى النهاية. ها شيخنا قال لا تتم الصلاة صحيحة هذا هو شيخنا قلت ما قلتش كده والله العظيم قلت كده بس كلمة صحيحة ما قلتش صحيحة ما قلتش خلاص انت قلتها في العقل الباطن واحنا مصدقينها مش والله العظيم انا قلت هو المعنى شيخ حمح انا قلت الجميع حام حول ذلك لكن لم يعرفوا كيف هو حام أكثر هو الحاصل احنا نقول مسألة نعم هو دخل في الأمر احنا نقول انه تتمة كمال وتتمة ايه أصل فاهمني حتى إجابة حجر ناقص نعم حتى إجابة حجر ناقص في أحد يتمها ولا نتمها له ايه لسه متمتهاش لسه تتمته صحيح لا أنا نقول الآن تتمته أصلا وتتمت إيش صح وتتمت كمال تتمته أصلا وتتمت كمال وتتمته كمال مفهوم لا ويبقى أن الأصل في الكلام على هو لحد الآن ما وصلوش ويبقى أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره وظاهر الكلام في عدم التتمة تتمة الأصل إلى الكمال فإن الذهاب إلى تتمة الكمال بالقرائن القرائن والخشوع لا لا فهمني بس وقال لا تتم يبقى ظاهر الكلام يعني لا تصح لا تصح لا لا تتم يعني لا تصح لا سيما وذكر إيش لأن ده لابد أن تفهمه معقد اللغة ينفع جدا أصحاب الأصول عندما يقول إيش السياق من المفسرات ومن المقيدات قال حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا أتى بإيش اسمع يعني لو تمهلتم أتى بالأركان وهذه أيضا أضعها حجر في هذا ولما قرن التسبيح بها استدل بها بدلالة الاقتران على أن الأمر على الواجبات على أنه واجب ودلالة الاقتران ولو قلنا له أصوليا دلالة الاقتران ضعيفة فإن السياقة أثبت قوته فهمتم كيف يدل ها؟ فهمتم طبعا خلاص ده دليل مستقل تكلمنا عنه فهمتم في هذا الباب لكن نحن نقوله لا مش كده هو بيقول طالما قلنا بالاقتران أمر بالاطمئنان وأمر بالتسبيح فقارناهما فدلالة الاقتران تدل على مطلق الاشتراك في الحكم فهمت هذا هو فنحن نقول هذا وجد دلالة عند الحنابلة وهو قوي ليس بالهين صراحة ليس بالضعيف لكن نحن نقول أولا الكتاب دل على غير ذلك فاركعوا إيش هنا يقولون هذا يعني هذا ضعف الاستدلال ليش ضعف الاستدلال الكتاب على الإجمالي والبيان من سنة العدناني نقول أكد ذلك حديث المسيء للصلاة لأن تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز فهمتم المناقشة ولا ما فهمتم يبقى إذن يترجح لنا بعد ذلك بأن كلام الحنابلة كلام الجمهور هو الصحيح نقف عند هذا احنا بنطيل في الإفصاح وممكن يراد أن نطيل أكثر من ذلك بس ماذا نفعل أنا ورائي مناقشة رسالة الليلة ف رسالة دكتوراه فالمسألة ايه بسيطة والله ما انا عارف انها بسيطة لكنها هتحتاج ايضا لبيان في مسائل معينة
انه فيها معاودات اصوليه ايضا في المسائل القادمه. كن سعيدا بما اخذت. سعيد والله. وكن طماعا نعم متلهفا لكن ارضى بما وقف عندك. مالك دخل مالك دخل على الزهري في العيد فقال الزهري للجارية من؟ قالت صاحبك الايش او غلامك الامهق او قالت فاللي هو الابيض المشروب بالحمر. فقال يعطيه اللحم ومشيه. نعم قال يعطيه اللحم دلوقتي بدون شغلات. هو واخد شغلات عشان يمشي لان الشغلات بتسيح فدي بتسهل السير. تعال ايه رايك في التعبير هو هذا. فقال اعطيه اللحم وايش استغفر الله. لا ها ها قل الهبة لها ما لها عند ربك من المكانة لأنها تقوي أواصر المحبة. فأخذ اللحم قال ما هذا؟ قالت له هو قال لي خذ اللحم وامشي. قال ما جئت لذلك. فدخلت قالت يقول ما جئت لذلك. قال ارجعي بس شوف المعلم كيف يؤدب التلميذ. هذه ليعلم شريف على مساء الأمس كيف كانوا يتعاملون. فقال الزهري قال لا ارجعي فقولي له وماذا تريد. بالله عليكم الزهري لا يعلم مالك لما يقف على الباب من أول ما أتى ولا إيش المبتسمين يعلم ولا ما يعلم. قال ارجعي فقول له ماذا تريد. قال قولي له أريد الحديث. فدخلت عليه فقالت يقول أريد الحديث. قال اجعليه قولي له تمهل انتظر يعني تنتظر تأدب. ثم أدخله أذن له بعد طلوع الروح أذن له بالدخول. فدخل ثم قال ما تريد. منتهت المسألة. قال يا إمام أريد الحديث بأدب وخشوع وخضوع خضوع التواضع لمعلمي. قال أريد الحديث. فقال حدثني فلان عن فلان فروى له خمسة ما يقرب من 20 حديث. ثم قال له زدني. ده أنا سايب الدنيا كلها والناس في العيد الذي يمرح وعيدنا عيد فيه فسحة في يعني قال دعهم يا أبا بكر فإن اليوم إيش عيد أو ده ضرب الضف والذهاب بتاع مش المقابر عندنا ويعني يكون فيها إدخال السرور. الرجل مرابط. قال له زدني. قال وما أزيدك. قال زدني في الحديث. قال لا حتى تعيد علي ما سردته عليك. يعني بيختبر إيه كمان؟ حفظه. بيختبر حفظ تعيد علي. هو أعطى أكثر من 20 حديث قالت تعيدهم علي. فسبحان الله إذا أراد الله بعبد خيرا هيأه. فأعداه عليهم مدروش بعده لما لسه مهلجين بقى أنت بتحرق الأمر ليه؟ ده هو فأعاد عليه حفظا صلبا. وإذا بقى هنا الله تعالى إذا أراد عبدا بقول لك كما قلت لك لشيء لأن شافعي فعل ذلك مع الإمام مالك. شافعي في 13 يوم حفظ الموطأ أعطاها له مرة واحدة. وطبعا كان جزالة لفظ الشافعي أخذت بلباب الإمام مالك. فالإمام الزهري لما كان لا كان في التاسعة وفي العاشرة فأقام الإمام مالك فأقام له الأحاديث. سعد الزهري طبعا هو سعد بنجابة من؟ بنجابة التلميذ. سعد الزهري ثم قال له يا إمام إذا زدني. قال لا كفاك ما أخذت. ما أعطاهوش أي حديث. وده طبعا أصلا معناها اختبار الطالب. أنت عارف الطالب لو جه سأل سؤال وبتاع وحتى الشيخ قال له طب أنا مش فاضي انتظر يطلع ورا. أنت أقلك لجام من النار في الآخرة إن شاء الله. ده يقال شيخه بدك بس فقط تمتمة في خلف الباب من خلف الباب والكلام ده. وبعد كده هو معوج على إيه؟ وتفكر لما قال لك رسول الله كل واحد ممكن يقول هذا الكلام. ويبقى هو من غباء البشرية أنه يحسب أن العلم يكون لكل البشرية. يا ابن حبيب الله أخفى عن كثير. يا رجل ده أخفى الله علما عن خير مناطق الطراف في زمانه عن موسى عليه السلام. قال له لا الخضر أعلم منك. مسألة لابد أن تفقهوها جيدا لأن الله لا يصطفي أي أحد ليعطيه العلم. فهو يقول له نعم أنت تحسب أن مجلسك هذا المجلس طيب خليك. بعد ذلك هذا الرجل السفيه يكون قد خسر خسرانا محكما خسر خسرانا مبينا. لذلك كان يعلم الله كان الإنسان بيدعو دعاء مريرا أنه أصلا يرزق براسخ وأن يتعلم الأدب والتواضع بين يديه. لأنه قد رزق أبو سلمة كنت أنا دائما
يحترق قلبي وأقول لمشايخي لما فعل بنفسه هكذا. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مع علوه وعلو شأنه، لكن لما جادل ابن عباس حرم علمه، فهو نفسه تندم. والزهري قال فيه حتى ما قال فيه ما قال في عبيد الله، قال ما جلست أحدا إلا استوعبت كل ما عنده إلا عبيد الله بن عطبة بن مسعود. نعم. فنسأل الله جل في علاه أن يعني يحفظنا يحفظكم، فكون فرحا بما أخذ. خدش اللحم. هو طبعا تعلمون أن مالك لم يأخذ لحم، ما أخذ هو. لا أقصد هو سيدنا مش قالت لو مش قال لا أخرجي فسليم ماذا نعم. أرجع خلاه أرجع اللحم هذا اللي هو ترك اللحم. أنا أقول لك ليه بقى، القرينة حاكمة. خذ مني هذه النفسية، من تضلع شيئا انشغالا به لا يمكن أن يعتري شيء آخر عليه. فهمت حضرتك؟ ما أنا ماشي، قلت لك أنا ماشي مع الناس وكل واحد يقول لي أنا بسلم عليك، أنت بتردش لي، أنا متعلم أنت 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 من سلام الخاصة يا علامات يوم القيامة، والتاني يقول لي والله العظيم أنا أكلمك أنت لا ترد علي. مشكلة ومش فاهم. انا بمشي مع الناس لعلم حضرتك بقى، كثير ناس الاخوه الصرصار، انا اكتر واحد اعرف اتعايش مع الناس، كله بيتكلم وكله بيعمل وانا ساكت. هم فاكرين ان انا ايه، اذني صاغيه لكل اللي بيقال. انا بطرح مساله وعمال افكر فيها راحت فين جت منين، وماشي بقى معاهم كده فقط. ودي دي نصيحه، ليست نصيحتي، هذه نصيحه ابن القيم، وهذه فائده كتاب مدارك السالكين اللي بيذم فيه بخطا جدا، يذم خطا بين ان يذم في كتاب مدارك السالكين، الا ما قلته من الاحترازات في مسائل التكلف عند الإمام، في مسألة حمل كلام صاحب منازل السائرين على المحمل الحسن بتكلف في بعض المواطن. ولذلك قلت لا يقارنه إلا من أتقن علما، يعني لا يقارنه إلا من أتقن علما. يعني حتى أنت ما أتيت تضيع العلم بتسمع الدرس، شوف شوف، وما سعى ما سمع الدرس إلا رعبا، لأنه يعلم أنه إذا هو علم شو قصدي، خطة لا يعلمها إلا المتمرس. لأنه طبعا في دبي كان يعلم ذلك، كان يقف طويلا، فهو عارف أنه لما يجي هو طبعا جابك ورع، شو فاهم إزاي؟ لا ده التاني لا، لابد نرحب به، ده أنا هخليه يجي يدي الدرس الآن، مش ممكن يعني. الدنيا كلها تبتسم. لا الحمد لله يا دكتور. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.